لا مسلسل الأزمات مستمر، مسلسل يعني ما تكلميش على أي مسلسل ممكن يحصل يشد الناس زي المسلسل اللي احنا عايشين فيه. كنت أتمنى وجودي هنا مع الكباتن المحللين يكون تحليل فني لمباريات كورة، ومباراة كورة مهمة جدا ودايما بتتحط في التاريخ، لكن للأسف احنا بنعيش مرحلة حتى المباريات اللي بتتلعب ما بنلاقيش فيها فنيات كتيرة، بنلاقي عصبية وتوتر وناس ما بتلعبش كورة، ناس بتحارب جوه ملعب الكورة. كرة القدم مش كده، كرة القدم ده عالم فن، عالم إبداع، عالم مهارات، عالم استعراض لجمال الكورة، وده ما بقاش للأسف موجود عندنا. أعتقد ما فيش أسوأ من كده في مباراة زي النهاردة كنا نتمناها تقام، أيا كان بقى الأفكار اللي فيها تتلعب، بلعيبة السكن تيم، لعيبة مطعمين ببعض، الناشئين، أيا كان الأفكار كلها كانت تبقى كلها مقبولة، لكن المنظر النهاردة قاسي علينا، قاسي وغير مقبول، ودي الحقيقة.